قبل ما نطلع الفاصل عرفت عن الضيف اللي حيكون معنا ان شاء الله استاذنا جميل جدا استاذ مبارك محمد احمد ابو امنه، وهو خريج معهد البريد والبرق في العام 1987 وجامعه السودان المفتوحه اداره اعمال، وكمان عمل بالبريد من الوقت ذاك وحتى الان لحد ما درج وظيفيا، والان هو مدير التبادل البريدي. حنحكي معاه ونعرف قصص جدا جميله كانت زمان ونعيش بباقي السماحه اللي اكيد هم كانوا عاشوها، وحنحاول تماما يعني ناخذ الاحاسيس الجميله دي ونعيش بها اكيد يوم بكره بكل السماحه اللي فيه. فهنحكي عن زمان وعن البريد واللي اختلف شنو، كل التفاصيل دي مع استاذ مبارك محمد. صباح الخير وصباح السعاده عليك. صباحك نور، ونشكر الاخوان في قناه سوداني 24. ان شاء الله السنه الجايه يبقوا سودانيه 100 ان شاء الله. ربنا يكرمك رب كل خير استاذنا مبارك. عايز اعرف معاك الرسائل ما بين الحاضر والماضي، خصوصا انت كنت في فتره طويله جدا لصيق بالاحساس الصندوق وكل زول عنده رقم بريد والكلام ده. نعم، هو البريد طبعا يمكن بدا مع الانسان الانسان الاول، الناس كان بترسل بالحمام الزاجل زمان قريب جدا جدا والله. وكان الرسائل بتكون في قطعه بتاعت من الجلد يعني مثلا كده بتكتب فيها، وزول بيرد لك في نفس الوقت بيمسح اللي كتبته بيرد لك نفس الرد. فبعد ذاك بدا يتطور الغايه يمكن في عام 1858 دخل البريد السودان، وكان اول مكتب هو في سواكن. اتعمل مكتب للبريد كان في سواكن، فبعد ذاك اتطور وعمل اول طابع بريد اللي هو بيحمل شعر الجمل لو شفتوا حسين الناس أيوة. لنا 1898 يا ريت يا خالد تجيبه، يعني ده حاجه لطيفه شديد وجميله جدا. 1898 والشعار ده هسه ناس البنك الفرنسي السوداني. اي صح. نعم. هو اول شعار اللي طالع بريد سوداني. السودان بعد ذاك البريد في 62 يعني انت لكل السودانيين، وكان اول مدير له اخونا محمد صالح سليمان. فالبريد بعد ذاك اتطور لحد الان متطور ماشي يعني، وبعدين مواكب الناس أيوه. لما جات الاجهزه الذكيه دي الموبايلات قالوا والله البريد خلاص انتهى، ولكن العكس تماما، بل البريد انتعش مره اخرى. اوكي. وحتى اخر نصيحه عندهم الناس التجاره الالكترونيه برضه عبر البريد. يا سلام يا سلام. لكن يعني زمان كان بيحمل حتى زمان طبعا البريد كان الحاجات بتوصل غير صح؟ اي كان يختلف احساس الناس بالبريد. و وجودهم او ثقافتهم او رسائلهم او حوالاتهم كل الاشياء كانت عبر البريد. ولو قريت يمكن لطيب صالح رحمه أيوة. الله دومة حامد اظن هو موسم الهجرة للشمال، يقول لك اجتمعوا نظراء البلدة او اعيان البلدة. ناظر المدرسة ووكيل البريد ومدير المديرية. فالبريد كان التواصل الوحيد الموجود بين الناس. في يعني عندنا كان الموظفين مركزيين يعني بيتنقلوا، ممكن واحد يكون هو من الخرطوم بيتنقل الى مدني. يتواصل مع اهله عبر البريد سواء كان ماديا او روحيا بالخطابات الجميله اللي كانت بتمشي. يا سلام، يعني ده زمن جدا جميل يمكن ما بين الحاضر والماضي. شفنا معك مجموعه من الفروق، لكن كده زمان توصل الرساله ذاته كم بيوصل كم من الزمن؟ يعني احنا قبل شوي كنا مع استاذ مختار وقصت لهم كده زمان انه في رسائل كان بيشي رسائل بريد وبتاع، شكله كلام عجبه الكلام ده. الرسائل طبعا كانت بتمشي عبر الطيران داخل السودان او خارج السودان، وكان عندنا السودانير يعني كانت بقوته ما بنرسل غير السودانير، وكان السرعه مبالغه يعني الرساله لو اخذت اسبوع دي ما تتاخرت خالص. اوكي. ممكن يحاسب فيها الساعي او اللي هنا، وكان الرساله بتصلك لحد البيت يعني. احنا قمنا في المورده، واول مكتب اشتغلت بتاع بريد في المورده كان البيوت مرقمه والشوارع أيوه. معروفه صح، يعني زول بيكتب مثلا مولانا احمد الحسن ادريسي الله يرحمه ويغفر له، بيكتب لك محمد الحسن ادريسي جامع مسجد الادارسه المورد، معروف وواضح جدا جدا. فما كان في صعوبه في التوزيع، ما
كانت في زحمة بتاعت شوارع عشان حتى الساعي يتأخر في التوزيع، وكمية بتاعت أو حجم العمل كان كبير جدا جدا okay. يعني حاجة ما تتخيلها أبدا. كمية بتاعت رسائل بتيجي من خارج السودان ومن داخل السودان، وداخل السودان كان أكبر لأنه الأولاد الموظفين الخارج يعني ما عندهم تواصل غير الرسائل الجميلة وحتى الأصدقاء والأحبة، وفي رابطة كان اسمها هواة المراسلة يعني الرابطة دي عالمية okay. احنا طبعا متعاقدين مع 192 دولة في اتحاد البريد العالمي اللي هو موقعه الآن في سويسرا. ال 192 دولة في إن حس الآن لدينا شبكة تربطنا باسمها IBS International Postal Service. لحس الشبكة رابطان ال 192 دولة مع بعض. نتواصل مع بعض الآن. من التطوير. نفس الدول دي كانت ذات داخل اتحاد البريد العالمي. نقدر نقول بس حصل لها تطوير. حصل في طريقة التواصل حصل. وكذا آه طيب يعني احنا لو رجعنا الى زمان اكيد يعني الزمن الجميل ده دايما يكون فيه طرائف كده ظريفة بتاع عايز اعرف معاك مجموعة كده من الطرائف ده ذات الجزء يمكن يكون من حكاوي زمان والاحساس الحنين اللي انتم كنتوا عايشينه. نعم طبعا كانت في طرائف في البريد بتواجهها كثيرة جدا، احنا كانت التلغراف الطرائف كلها كانت في التلغراف اللي هو البرق سمعنا اللي كانت البريد والبرق التلغراف دي طبعا دائما بتختصر فوق الكلمات لانه بيحاسبوك فيها بالكلمه أيوة. وكان غالي جدا لو ما حاجه مهمه ما بترسل التلغراف وترسل التلغراف انت في كاونتر البريد قبل ما توصل لباب البريد تمارك التلغراف يكون وصل لصاحبه كان عبر جهاز اسمه اللاسلكي عباره عن شفرات يعني كده يعني الالف مثلا نقطه وشرطه كده الف الباء مثلا شرطة وثلاثة نقاط تاتي تاتي اوكي ترسل التلغرافات دي عبر الشفرات دي وفي سرعة خيالية ما تتخيلها ابدا يعني بين بتاع الكاونتر في تحت والاجهزة بتكون فوق بتاعت اللاسلكي في الطابق الثاني بترفع يعني بتاع الكاونتر يستلم التلغراف من نقطة كاملة خدتها في علبة اسمها بتعرف الدلو علبة وبتاع الجهاز فوق يكون شغال الدلو يرفع التلغراف حطها قدام وطق طق 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 وهو رسل التلغراف لي صح يعني رأي قبل ما يغادر البريد يكون التلغراف وصل لي صح فبيكون فوق طرائف كثيرة جدا جدا يعني عندنا طرفة كانت في بيت مريضة يعني شفاء الله يا أخوة من برة مغترب وساقة لمصر عشان يعالجها وده مصر للعلاج فجت الإغراف إنه والله فيلان توفي والرأس لفيلانة okay. ولما ادينا التلغراف أهلهم جو عملوا مشكلة قرروا يكسروا المكتب بتاع البريد يعني قالوا هي الأيانة كانت خلاص في متوقعين يعني إنها ممكن تموت في لحظة كيف يكون أخوة الصحيح ولا أيوة 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 أنت جبتوا التلغراف غلط أنتوا غلطانين غلطانين أسرع ما بتنزل على إن شاء الله أستاذ مبارك أنت أكيد حتكون قاعد معنا هنتكلم أكثر ونرجع للحكاوي الزمان وكل التفاصيل الجميلة دي لكن إحنا كان عندنا استطلاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فسألنا الناس وقلنا لهم إحساس الرسالة لما توصلك بيكون كيف وإذا عندكم أي رسائل تصوروها وتدونا ذكريات خلينا أنا وأنت وأستاذ المشاهدين نتابع مع بعض إن شاء الله. إنه الثقافة بتاعت الرسائل دي تبدأ تعني تنتشر من جديد لأنها أسه حاليا شبه معدومة البعض أو القليل من الناس كده بتتعامل بيها. أحب أقول لكم إنه إحنا نبدأ تعني نتعامل بالرسائل بتاعت اليد عشان بتعبر أو الزول بحسها أكتر يعني معبرة أكتر من الرسائل بتاعت الشات أو الرسائل بتاعت الاسمس العادية. أنا صراحة التعبير بتاع الشات ده ما بحبه ما بحس به بيعبر عن الزول بحس به كده بس حاجة كده عابرة وخلاص ورسائل حتتمسح وأنا تاني ما حتذكرها وما حقراهم تاني مثلا لو الحساب يتقفل أنا حعمل شنو ما حشوفهم لا يعني الرسائل المكتوبة ليه حاجة انت بتحتفظ بها عندك بتتذكرها كل مرة بتمشي تشيلها بتقراها بتقعد تضحك تقول يا اخي والله اليوم ده حصل كده اليوم ده كان والله حصل فيه كده وجابوا لي الحاجات دي والكريت ده وكده يعني يعني بتخلي الزول يتذكر حاجات جميلة يعني حاجات ما بتتنسي مجرد بس ما شاف الورقة دي. أحيانا بقول لكم يا أخوانا نرجع 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 للرسائل بتاعت اليد.
والله ما في أحلى الصراحة من الرسائل الورقية في ظل الوقت الراهن وفي عز الزحمة بتاعت السوشيال ميديا والتطبيقات المزدحمة، فممكن عادة يكون حاصل لي حدث أو حاجة مهمة في حياتي وأي حد يكتب لي يخط لي بوست ولا يخط لي تغريدة ولا يخط لي حتى لو في الواتساب يخط لي ستوريات وكده، أي الحاجة دي حلوة، لكن متخيل التأثير بتاع رسالة بتاعت رسالة توصلك لحد عندك وكمان مكتوبة بخط اليد، فدي حاجة عظيمة شديد وحاجة نادرة يعني في الزمن ده. يعني بالنسبة لي زول بيكتب لي رسالة يعني أنا عمري ما حنسى إنه في العام الفلاني زي عام 2020 حد استثناني أنا وفكر إنه يرسل لي رسالة عشان على الأقل يكون إنسان مميز. حاجة زي دي صراحة بالنسبة لي أنا مستحيل تتنسي، حتى لو كان كلام يعني بسيط وكلام ما بيتذكر، بس على الأقل كونه إنه هو فكر في فكرة زي دي، دي حاجة أنا بتهيألي مستحيل أنساها. السلام على كمية الجمال والإحساس الجميل من خلال حكيكم وإحساسكم اللي كان واصل وانتو بتستلموا في الرسائل وكده. ممكن تكون برضو دي ذاتها كانت رسالة لكل الناس اللي هي بتتابع. التواصل اللي بيكون مكتوب ده حقيقي هو حنين وبيوصل حقيقي أكثر ما هو بترسل عبر شاشة أو بيكون مثلا إحساسه فاتر، وممكن تكون مخطوطة بسمة وأصلا أنت تكون ما مبتسم فما بتكون إحساس عالي. فحقيقي الورق ده بوصل كلام كثير جدا سمح، فعليكم الله أرجع للزمن ده، زمن سمح شديد والله. فأستاذ مبارك كده أنا عايزة أرجع معاك تاني لحكاوي زمان اللي هي عن البريد والتفاصيل اللي كانت جميلة دي، وخصوصا أنه في حالات اختلفت زي ما احنا قلنا مثلا جبال انه انت كنت تحكي تحت الهواء، البريد اللي ما هو يترسل كان بيكون حامل لتفاصيل كثيرة، الآن اختلفت تماما عن اللي بيجي بالبريد من الخارج. البريد كان يعني بيحمل فعلا يعني زي ما قالوا حاجات انا ما اقدر اوصلها، لكن يمكن الرومانسيين ايوه يعني حتى البيت لما ترسل لحبيبه زي ما قالوا خطاب تفوت سبيبه من الشعر يا سلام يعني حاجه كانت، وبعدين كانت في الهدايا بتاعت المناديل المقطوفه البنات بيخيطن المناديل منديل منديلين برضه داخله اللي هنا، فبريد بعدين البريد الرومانسي او الرساله الرومانسيه كانت تلقى فيها قلب وسهم برا على سلام ونازل يعني انا مجروح مستني رساله استعجل بالرد تمام كان بقول لك الجواب يكفيك عنوانه ايوه يعني انت تشوف الخطاب بتكون عالي وجن، فانا لو ارسلت رساله لشخص بكون مستني الرد بفارغ الصبر يعني، فلو ما جاني رد انا بقول انه الرساله دي ما وصلت، يمكن الفنان الجابري بقول الكلام ده ايش رسلت لك صح يعني ساعي البريد لما تديه رسالة عشان يوزعها طبعا بيكون يعني منتشي جدا، لأنه لما يمشي يسلم الرسالة بياخد عليها الزول في الدنيا بيكون فرح هو بالرسالة بيدفع بيجيش للزول يعني بشارة بالنسبة لك يعني جزيك الله خير انك جبت لك حاجة جميلة، زمن جدا جميل، زمن جميل جدا. بعدين يعني لو لاحظت حتى الاستعمار الانجليز اول ثلاثة مباني بنوها البريد والقصر الجمهوري والمالية كلهم جنب بعض لو شفتيهم شارع الجامعة الآن ثلاثة مباني. هسه المبنى بتاع البريد السوداني نفس الديزاين نفس المبنى في رويال ميل اللي هو في البريد البريطاني في لندن، نفس الديزاين ونفس الشكل. والثاني في تونس ثلاثة يعني حتى البريطاني الآن مهتمين به اهتمام شديد، والمبنى هسه آل للآثار يعني يا سلام يا سلام حتى الصيانة بيت فيه، فيوريك ان اهتمام الناس كان بالبريد حتى على مستوى العليا وعلى الرسائل، ويعني زي ما قالوا دائما بيعتمد يعني على تواصلهم أيوه. في كل الاجتماعيات او المجتمعات يعني سواء كان الوالد مع والده كانوا حريصين جدا على التواصل خالص يعني. بعدين الزول طبعا بيكون بيكتب بمزاجه، يكون قاعد بالليل يكون قاعد بالنهار يكون فاضي عنده طقوس على فكره
تماما. احييكم تحياتي زي ما مرت بالشوارع وصفات الجيال لحد متى كانت حاجات موجوده يعني. ايوه بعدين زي لازمه كده كانت تخليه في كل في البدايه وفي لم نفقد شيء سوى عدم رؤياكم. كلمه موجوده في اي رساله سلوغن كده ده في النهايه. والله استاذ مبارك احنا جلاء مبسوطين جدا صراحه بكل التفاصيل. انت مبسوط اكثر. الله يكرمك يا رب بكل التفاصيل. اوري الشباب انه والله البريد حتى الان مهم جدا جدا صح. يعني انت لازم تتواصل عبر البريد حتى مع العالم. يعني حس ان هو على المراسله بيرسلوا كروت بتاعت معينه الكريت مثلا فيه منظر من يعني مثلا عندنا جبل مره هنا في السودان احنا عندنا حسي حتى زي سيد مروي عندنا حسي الثوره ذاته الثوره ديسمبر اللي احنا وثقنا لها بطوابع وبكروت موجوده فدي انت لو عندك زول برا ما عارف الكلام ده انت بتفهم بثقافه بلدك بترسل له الحياه دي والله كافي هو بيرسل لك يا سلام. وبعدين شنو عندنا حاجه اسمها قسائم المجوه الدوليه. القسيمه دي دوليا بتمشي يعني عباره عن زي صك مثلا صاب بتشتريته من هنا بتحط للزول داخل الظرف في الرساله بترسل له هناك لما يرد لك يمشي بالقسيمه ذاته بدي ناس البريد القسيمه دي ابشيله منه يا سلام يا سلام. ده حل مناسب للموقف اللي لك. والله استاذ مبارك احنا سعيدين جدا الليله وشاكرين جدا لوجودك معانا وللمساحه جدا جميله وخليتنا نتذكر ونشوف معاكم الزمن الجميل ده وان شاء الله يرجع تماما بنفس تفاصيله وبنفس صوته اللي كان دائما احنا بنسمعه. سعيده بك جدا وشكرا جزيلا بتمنالك اكيد دوام الصحه والعافيه. كنت في حديث معانا حول حكاوي زمان عن البريد. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. ربي يكرمك ان شاء الله. الله يكرمك. الحمد لله.